مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله محمد سيد الكونين وسط محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم أبدا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم أبداه والحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما عبد ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كله اللهم صلمنا للرمضان وصلمه لنا وصلمه منا.